نستشرف أهم الإنجازات المرتقبة خلال العام الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، ولكن بعد هذا التقرير. تماشيا مع رؤية الكويت 2035 وسعي وزارة الصحة لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين، تم العمل على تحقيق العديد من الإنجازات في عام 2018. فقد حققت وزارة الصحة العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج عملها والخطة الإنمائية للدولة، والتي تهدف إلى التطوير المستمر للرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. الإنجازات شملت الافتتاحات والمشروعات الجديدة والتوسعة بالخدمات، وكذلك الاتفاقيات الطبية الدولية وغيرها. حياكم الله حبتنا، ورحب بالدكتور أحمد الشطي. حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا. صباحكم الله بالخير، وسعيد أن يجدد اللقاء في نهاية هذا العام. فأغتنم الفرصة لأهنئكم أسرة البرنامج، الأخوة والأخوات المشاهدين، الكويت الحبيبة، أن يعيد الله عليها كل الأعوام بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يحفظ قائد مسيرتنا قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، وأن يعني نلتقي مرة ومرات نتكلم عن جوانب إيجابية في وطن المحبة والسلام وطن اللهم آمين. دكتور، عام 2018 مليء بالإنجازات التنموية على مستوى القطاع الصحي. نود أن نستذكر أهم المشاريع الإنجازات الصحية التي تحققت خلال 2018. طبعا عندما نتكلم عن الصحة أو الخدمات الصحية أو الرعاية الصحية، فهي يعني مظلة ممكن نتكلم فيها في كثير من العناوين الفرعية، لكن على مستوى الإنجازات بدأ العام بأول لزراعة الكبد في الكويت، أول زراعة لقلب صناعي للطفل، جوانب إبداعية جديدة لعمليات قسطرة معقدة نقلتها يعني خلينا نقول منظمات ومؤتمرات خارجية بأيادي كويتية. العديد من أبنائنا، أعتقد الدكتور نواف المطيري أخذ جائزة في تخصصه من خلال منظمة الجامعة العربية أو منظمة الصحة العالمية كذلك. عندنا أطباء مبدعين فازوا في مجال الاختراعات، وهذه من ضمن الأشياء اللي يعني نعتز فيها ونفخر فيها. اختتم هذا العام أو يعني على وشك أن يختتم يمكن بالدخول في موسوعة جينيس. ما كان بينهم أطباء، بس حقيقة هذا يراويك أن الكويت ولادة وفيها كثير من الأفراد اللي يتوهجون حقيقة في عطائهم للكويت. هذا على مستوى أفراد. على مستوى كفاءات وكوادر بشرية، لا شك أن هذا العام شهد لأول مرة دخول برنامج الماجستير في برنامج كلية الصحة العامة، وهذا يعزز توجهنا للتأكيد على الكوادر الوطنية في المصانع البشرية الوطنية في كل علوم الطب. أنا أتذكر في 76 كان أول دفعة خلط في كلية الطب. اليوم لما نلتفت في الجابرية نجد مركز العلوم الطبية في طب، في طب أسنان، في صيدلة، في علوم طبية، في الصحة العامة. الصحة العامة العام أول العام بدأوا أول أندر جراديوت الطلبة الجامعيين في مجال الصحة العامة، وبرنامج الماجستير بدأ هذا العام. فهذا من ضمن الأشياء اللي تزيدنا حقيقة فخر وابتهاج في هذا الموضوع. ما دام نتكلم عن الكوادر البشرية، دعني أقول أن حنا عندنا معهد الكويت اختصاصات طبية، يوفر أكثر من 20 برنامج
في مختلف التخصصات الطبية في الكويت، وحاليا في بريطانيا وفي خلينا نقول في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا أكثر من 300 طبيب كويتي يتخصصون. كلهم سيعودون إن شاء الله ويتدفقون في شريان الوطن، خاصة إذا عرفنا أن إحنا أول ما انقبلنا كنا 40. أنا يعني من أول دفعة في كلية الطب، اليوم تقبل سنويا حوالي 400. صحيح. وهؤلاء يعني لما يتخرجون احنا ملتزمين ان نوفر لهم مثل هذه البرامج، وهم الرهان الحقيقي لسد الحاجه، ما اقول العجز والنقص بالضروره، وهذا يتطلب حقيقه ان التركيز عليهم. نامل انه الان مع اذا اخذنا المنشات عندنا مستشفيين يكاد يكونون مدن طبيه. صحيح. سواء مستشفى الجهره سواء مستشفى جابر، كل منهم اكثر من 1200 سرير، كل التخصصات، الطاقه الاستيعابيه يعني للمواقف السيارات 5000، فيها مواقف هبوط طائرات، فيها تطور في يمكن في جابر ان شاء الله مجرد ما يوصل لهذه المرحله في اكبر مركز للتعامل مع الطوارئ. وهذا يتعامل بشكل سريع جدا على القاتل الثاني في الكويت، لان احنا الاشياء المؤديه للوفاه عندنا القلب والشرايين ثم حوادث الطرق ثم السرطانات. صحيح. ولا شك ان مهما تصرف لو نجحت في ان تنقذ حياه واحده لكان عز الجدوى الاقتصاديه، لان ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صحيح. هذا على الجانب هذا. يبقى الان لما نتكلم على مستوى التخصصات، دائما يمكن انا متحيز حق الصحه العامه، اقول احنا ما نريد حقيقه أن نركز اهتمامنا فقط على العلاج. الرعايه الصحيه تشمل وقايه، علاج، تاهيل، وما يسمى اليوم الويلبينج اللي هي المعافاه. فنريد ان نستثمر بالصحه قبل لا نتعامل ويا المرض. استثمار الصحه يجب ان نتعامل مع اكثر من 190 دوله وقعت اتفاقية لمكافحة الأمراض المزمنة في الأمم المتحدة. صحيح. اليوم كل اللي قلناها أسباب أولى للوفيات، أسباب الأولى للمرضى عندنا، عندنا ضغط وسكر، عندنا ربو، عندنا سمنة، عندنا يمكن عوامل اختطار مثل التدخين، قلة الحركة، الخمول، هذه كلها لو نجحنا في أنه نتشارك مع المجتمع، ومجتمعنا في حراك، في قدرة، في عطاء. صحيح. أنه نعنون هذه الأولويات على أساس تحمل مسؤولية ماتي فقط لمن يرتدي الرداء الأبيض. أكيد بلا شك. ومن هنا تأتي يعني خلينا نقول مبادرة جديدة اللي هي مبادرة المدن الصحية. اليوم عندنا مخاض في حوالي 20 مدينة صحية. صحيح. في 2018 تم اعتماد مدينة اليرموك الصحية لأول مرة على خارطة المدن الصحية العالمية. جميل. ومنحت هذه الشهادة. جميل. وهذا يبين لك أن أهل المدينة إذا تضافرت جهودهم ممكن يتعاملون مو فقط في أن يصير عندهم مرتسم. صحيح. لطبيعة الأمراض. صحيح. وأنماط الأولويات عندهم. صحيح. لكن تشارك. ولما نتكلم عن الصحة اليوم ترى ما نتكلم عن كحة ونشلة. صحيح. احنا نتكلم عن كل المحددات الاجتماعية. صحيح. اللي ممكن تدخل البيئة، الصحة، التعليم. صحيح. صحة، المواصلات، الاتصال، وجود العمل، مصدر الدخل، سقف لكل أسرة. جميل. محاربة التلوث. صحيح. يعني خلينا نقول في قصص وإنجازات كثيرة. الواحد ممكن يسولف عنها. دكتور أحمد، كلامك متمم، يمكن هذا الموجز اللي عطيتنا إياه عن إنجازات وزارة الصحة من وإلى، من العنصر الأساسي اللي هم الكوادر البشرية اللي قاعدين تأهلونهم وتستقبلونهم عندكم، إلى التخصصات الموجودة، إلى المباني الجميلة اللي قاعد تصير، مدن مثل ما قلت صحية كاملة، مستشفيات عريقة تواكب المواصفات العالمية الكبيرة عندنا في الكويت صارت. هذا كله أكيد راح ينعكس على تقديم مستوى علاجي خدماتي للمواطنين المقيمين. شو ممكن هذا الإنجاز الكبير اللي قدمته خلال 2018 يطلع بطريقة جميلة راقية بتقديم خدمات علاجية صحية للمواطنين والمقيمين؟ الرد على العلاج طبعا احنا عنواننا الكبير هو الجودة. صح. وجودة الخدمات. وحنا يعني أيضا يسعدنا في 2018 من أصل 16 مستشفى عندنا 12 حصلوا على المسمي
الاعتماد الدولي حسب المنظمة الكندية في هذا الموضوع. لكن ودنا نأكد هني أن احنا لما نتكلم عن اعتماد، الاعتماد ترى يعطي مؤشرات لتقص الحق من نفسك، صح، فيها سلامة، فيها آلية عمل، فيها تقديم خدمة، فيها معيارية في لقاءات علمية وتطوير مهني مستمر، فيها كل هذه الأشياء. والآن أكو بطاقة يسمونها بطاقة الأداء المتوازن، اللي من خلالها وضعنا لكل مستشفى عام ولكل مركز صحي ولكل مركز في الرعاية الصحية الأولية أنه تعالوا يا جماعة كيف ممكن أن تحقق الجودة، نكتشف مثلا أن المكتبة مهمة، أن تعال أنت في نهاية العام إيش كثر قدمت، وأن لما تتكلم عن سلامة العامل أو الفريق الطبي واقع الأمر أنت تلقائيا تتكلم عن سلامة المريض، صحيح. فالسلامة مهمة جدا. لما تتكلم عن خلينا نقول أماكن مريحة يتقبل فيها المريض العلاج، لما يصير فيها أنت آلية في التعامل بحيث أن الإنسان تقلل يعني خلينا نقول لوائح الانتظار، تعطي فرصة للاختيار، تتابع المريض ما تنساه، وبعدين يرد لك عقب 3 أشهر أو 4 أشهر، تعطي مساحة أكبر للتعامل الإلكتروني سواء في الملف الإلكتروني سواء في المواعيد سواء في المتابعات، تبادل المعلومة على مستوى مختبر إلى أشعة إلى كذا. لا شك أن هذه قفزات أخذت مساحة. الآن لما نتكلم عن رعاية صحية أيضا، إحنا عندنا شركاء من هؤلاء الشركاء القطاع الخاص، صحيح. اليوم إدارة التراخيص الطبية أصبح لها مبنى مستقل، أصبح أنت مع الكمبيوتر ممكن تدخل كل الآلات يعني المعلومات تأخذ ترخيص، أصبح حتى معادلة الشهادات للأفراد اللي يأتون من برا ما يدخل في متوالية تقدم أوراقك والصحة تجتمع والتعليم العالي يجتمع وبعدين أنت لا، اليوم تم اتفاقية ويا هيئة دولية في أمريكا تبعث أوراقك تدفع رسومك تيك المعادلة، فيكفيك شر القتال إن صح التعبير بما يخدم ويعزز الجودة هذه. لما نبي نجدد التراخيص أيضا كل هذه أصبحت إلكترونية وهذا مصدر يساعدنا. لما نتكلم عن قطاع الأدوية مثلا، قطاع الأدوية لا شك أنه هاجس لأن ميزانيته 300 مليون. لما اليوم وزارة الصحة تضع ما يخفض أسعار الأدوية بعضها إلى 50 إلى 80%، أصبح عندك خط ساخن مو فقط للتيقظ الدوائي ولكن لتسجيل ما تريد من ملاحظات أو شبهات يتعامل معها الشخص المختص في شكل سريع. لما يصير عندك أنت تراخيص الأدوية، كل الأدوية الجديدة أول كانت تنطر بالأشهر، الحين خلال شهرين حد أعلى يتم الترخيص لها إذا اجتازت كل المتطلبات. هذا فرع آخر حديث ذو شجون. لما الآن نتكلم عن مظلة الرعاية الصحية المعنية في وزارة الصحة مثلا بالسجون، السجون فترة في 2018 عادت لوزارة الصحة، قبل كانت مع وزارة الداخلية، صحيح. الآن هناك أكثر من 100 سرير مساند للسجون والمؤسسات الإصلاحية اللي وفرنا لها أكثر من 15 طبيب بكل أطقم هذا الفنية والصحية. أصبح هناك التزام بحقوق الإنسان ومتابعة سيرفيز أو للدرن للأمراض ذات الخصوصية السجنة في هذا الموضوع. لما نتكلم عن تعامل وتجسير مع المجتمع، صحيح. نأخذ على سبيل المثال إدارة تعزيز الصحة اللي أمانة لا تجد منصة إلا تكون مبادرة فيها، تتعامل مع كان مكافحة السرطان، مع صندوق عامة المرضى، مع جمعياتنا في العام مثل تصلب الألواح العصبية، صح. تتعامل مع المدارس، تتعامل مع الأوقاف. هذا حقيقة اللي دائما نريد أن نخرج من أسوار العيادة إلى براحة المجتمع. دكتور خلينا نشوف هذا البروموشن مع بعض ونرجع نعلق عليه. ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي،
الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله. ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw. حياكم الله، ولا يزال هذا اللقاء مع الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية. دكتور، خلنا نتكلم بإيجاز واختصار مرحلة تحقيق الإنجازات. دكتور أحمد، تمر أكيد بدون شك بالعديد من التحديات المشاكل، أهم هذه التحديات وكيف تم التغلب عليها؟ لا شك أن من أهم، طبعا إحنا ملتزمين بخطة التنمية. خطة التنمية لها مؤشرات للإنجاز. أنا أعطيك مثال في قطاع الصحة المهنية. إحنا نستهدف إلى أن كل مركز صناعي، كل مركز في المناطق الصناعية يتحول إلى دبليكيت أو نموذج مركز شعيبة صناعي بالشعيبة، اللي من خلاله تزاوج ما بين تقديم الرعاية الصحية الأولية والخدمة التخصصية في الطب المهني. حلو. يعني الآن إحنا نسعى لأن يصير عندنا 5، لكن نجحنا مثلا أن الشويخ وصبحان تم. صح. هذه عشان التم تحتاج أحيانا إلى أن تحدد أولويات، تدخل بسياسات أن العمال ما يبتعدوا عن المناطق السكنية، يلتزمون لهذا بالخدمة، هذه ما تنزل مستواها وتظل على نفس المستوى بمفهوم أشعة، مختبر أسنان، رعاية صحية أولية، مجال وحدات تفتيش تزاوج ما بين الشكوى المرضية وجذور المرض بطبيعة التعرض المهني. هذا التحدي بحد ذاته. اليوم لما نتكلم عن كوادر نسعى من خلالها إلى أنها تشغل هذه المستشفيات الهائلة، لا شك أن أنت مرتبط مع طرف ثالث، مرة ديوان الخدمة، مرة وزارة المالية، مرة يعني خلينا نقول المناقصات، هذه كلها تمثل لك تحدي. هذا التحدي ترى مو أنت قاعد وتختار من منيو. أنت اليوم لما تتكلم عن صناعة الصحة، منطقة الخليج كلها تعيش هذا التحدي، فبالتالي أنت هناك من ينافسك ويستقطب ويأخذ الأفضل ويعطي مغريات أكثر لما تطبقها على النماذج المحلية، لا شك أن فيها أخذ وعطاء. الكوادر المهنية الفنية هذه ضمن التحديات. إدارة التشغيل، تشغيل مثل هذه المستشفيات أيضا تحدي، لذلك الآن توجه متجه إلى أنه يزاوج ما بين الخبرة المحلية والخبرة العالمية. حلو. وهذا بناء على توجيهات من يعني خلينا نقول مجلس الوزراء الموقر، ويجد كل هذه المواضيع تجد اهتمام شخصي حقيقة من معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وسعادة وكيل الوزارة، ويذكرون على هذه الأشياء. دخولنا في الحكومة الإلكترونية بكل ما يعني هذا من جوانب لا ورقي، يعني الحديث ذو شجون، لكن صحيح. بالتأكيد هناك تحديات وهناك حلول ومتجهين إليها بتضافر كل الجهود. أكيد. الله يعينكم ووفقكم الله دكتور. مشاهدينا، كل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية. شكرا لك دكتور. يا أهلا وسهلا. حياك الله.